لبكره، اتكلي ومع الجهاز الفني نفس التشكيل، التغييرات محدوده، عندنا طرد، عندنا اصابه، وبالتالي بكره عنده محدود التغييرات. هي الخيارات محدوده فعلا والظروف حطاه في الوضع ده. احنا للاسف جايلنا اخبار ان شاء الله تكون اللي هي لسه مش مؤكده، ان محمود صابر عنده احتمال يغيب للكورونا، وده لعيب مهم جدا في وسط الملعب، ممكن كمان مغربي. دي اخبار لسه بنتاكد منها، مش مؤكده. لكن انت بتتكلم عن بيعملوا فحوصات حاليا، فربنا يسترها ان شاء الله. يعني في على فكره في القريه الاولمبيه اكتر من حاله، واصلا يعني في ملاحظات تنظيم كتير سيء قوي على جدا كل المستويات جدا، حاجه مستغربه على فرنسا. بص لا هي واضح ان ده، انا بص انا كنت في المانيا في اليورو وشفت التنظيم كان عامل ازاي، اسوأ بطوله مجمعه شفتها في حياتي في التنظيم. وجت فرنسا باريس. علشان المانيا الاول، وجت باريس 2024 فرنسا علشان يعني تاخد الكريدت من المانيا وتتصدر هي الأسوأ في التنظيم على كل المستويات. الحفل سيء والتنظيم سيء، كل حاجه سيئه، كل شيء، التحضير سيء، التحضير اصلا للبطوله سيء، المدينه القريه الاولمبيه فران، الكل بيشتكي فران منها، والاكل والشرب في اول يومين مفيش. على فكره الكلام اللي وميه نهر السين كمان وناس اصيبوا مش كده؟ طبعا الرياضيين سايبين غرفهم بيناموا في طبعاً. في الجنينه بره علشان مفيش تكييف ومفيش مراوح ولا نظافه ولا السراير. فهو في مشكله كبيره جدا، ووسيله في مشاكل في القطارات وفي التوقيتات زي ما كان في المانيا بالظبط. فيعني هي دعايه على الفاضي واسم على الفاضي، وفي الاخر على ارض الواقع بالحقيقه تنظيم على أسوأ ما يكون. ارجع تاني للامور الفنيه، احنا قدام تشكيل اضطراري. انت بتتكلم طبعا عن حمزه علاء في حراسه المرمى، الباك اليمين مفيش غير محمد شحاته حاليا، احمد ديب بيحاولوا يجهزوه بالمناسبه وهو عايز يلعب، بس لسه الطبيب لسه بيحاول يعني يجهزه كويس. لو رجع وكان قادر هيبقى حل كويس، لانه هيحطش حتى في وسط الملعب زي ما كان كابتن اسامه بيتكلم. في قلب الدفاع محمد طارق واضح انه مش جاهز، حتى لما نزل واضح، اتمنى ان مغربي ما يكونش عنده مشكله، وهو ممكن يكون حل في قلب الدفاع جنب حسام عبد المجيد. محمد طارق لما نزل كان يعني هو واضح انه مش جاهز للبطوله، مش جاهز لا بدنيا يعني. ولا فنيا صحيح. ولا ذهنيا. فلو صحيح. المغربي جاهز يلعب، واي حد ممكن يلعب بالمناسبه في قلب الدفاع ده، لو النني لعب قلب دفاع هيبقى افضل. الناحيه الثانيه الديبيس عشان نستفيد كوكا في وسط الملعب، مع طبعا هيبقى جنبيه محمود صابر لو ان شاء الله باذن الله كان سليم، هيكون موجود في وسط الملعب، وطبعا موجود النني، موجود زيزو، موجود ابراهيم عادل، وموجود اسامه فيصل قدام. ده التشكيل. ماتش عايز تحضيرات، لان منتخب المغرب زي ما الاستاذ حمدي كان بيتكلم اتجهز كويس يا استاذ احمد. الاتحاد عندهم عارف يجيب اللعيبه من انديتها. يعني احنا ما عرفناش نجيب حمدي فتحي من الوكره القطري، هم جابوا سفيان رحيمي من العين الاماراتي، فدي ناس بتعرف تشتغل. عندهم اشرف حكيمي قوه كبيره جدا، منير المحمدي قوه كبيره جدا، حتى المجموعه الصغيره اللي تحت السن، خماش ده واحد من افضل معلش دكتور وليد قبل ما اروح للكابتن تامر وكابتن اسامه واستاذ حمدي، حضرتك بتقول ما عرفناش، مين اللي ما عرفش يجي؟ اتحاد الكوره يا استاذ فوزي الاقجع بيرفع سماعه، بيسافر ما بيرفعش سماعه التليفون، بيروح يقعد مع المسؤولين، رئيس اتحاد الجماعه الملكيه المغربيه، بيروح يقعد ويحارب علشان يجيب اللعيب. احنا بنبعت اس ام اس للنادي الوكره نقول له عايزين حمدي فتحي، بنبعت رساله لنانت عايزين مصطفى محمد، وبنكلم مش ليفربول عشان صلاح، ونروح نلاقي مرموش عامل عمليه في صباعه. احنا الحقيقه للاسف كل اتحاد الكوره حارب المنتخب ده علشان ما يعملش الانجاز، وميكالي واللعيبه هم الوحيدين اللي يحسب لهم الانجاز، عشان لما ان شاء الله وباذن الله نقدر نجيب البرونزيه بكره نبقى عارفين مين اللي فعلا تعب ومين اللي اجتهد. الراجل ماتش اليابان كان عايز يعمل ماتش ودي مع اليابان، ما عرفش، قال لك اصل التاشيرات مش عارف ايه، جاب لهم ميكالي نفسه كلم منتخب البرازيل اتحاد البرازيل عشان يلعبهم ماتش ودي، اتحاد الكره قال له اصل معلش اللجنه الشركه مش عارف فيها ايه. راحوا لعبنا كوت ديفوار، الفرقه اصلا اللي ما تاهلتش للبطوله ماتشين مع منتخب ما لعبناش منتخب زيه لحد دلوقتي، ماتشين وديين، ورحنا مين يا جماعه عندكم اللي وصل؟ اوكرانيا والعراق. طب يلا نلعبهم ماتش ودي. طبعا فتره تحضيريه على أسوأ ما يكون، ميكالي واللعيبه يحسب لهم هذا الانجاز لوحدهم، وباذن الله يتواجدوا بالبرونزيه لانهم ما يستحقوا ده بكره.